بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع برنامج ريفيت أركتكتشر 2016 نتعلم مع بعض أمر الول. هنتكلم النهاردة في موضوع الول عن الأوبشن بار. أول ما نضغط في قائمة أركتكتشر نضغط على الول بنلاقي إن الأوبشن بار ده اتفتح معايا. قبل ما يفتح معايا كان فاضي زي ما حضراتكم شايفين كده مفيهوش أي حاجة خالص. فلما بضغط على الول هلاقي إن الأوبشن بار بدأ يتفاعل معايا و الخيارات اللي موجوده فيه ظهرت. ابدا واتحكم فيها ونبدا نتعرف مع بعض ايه الخيارات اللي موجوده هنا في الموضوع ده. رقم واحد هلاقي هنا في حاجه اسمها هايت. لو ضغطت عليها هلاقي فيه جماعه كلمه دبس. عشان نفهم يعني ايه هايت ويعني ايه دبس نجيب ال3 دي مع بعض ونبدا نرسم الول. اقول له اركتكتشر وول واختار الهايت دي اخليها مرات هايت وابدأ اسحبها ادي البول. لو المرة دي اخترت دبس وبعد كده رسمت الخط هلاقي ان البول عندي اترسم لتحت. يبقى الدبس بيرسم البول لتحت والهايت بيرسم البول للأعلى. ده كده بالنسبة للموضوع الول ازاي يقدر يبقى الفوق وازاي نقدر نخليه لتحت. طيب الحاجة اللي قبل كده اللي هي موضوع الليفل. هو احنا دلوقتي واقفين على ليفل واحد عايزين نرسم الول فهنخليه يكون مربوط بليفل 2. نقول له وول ويبدأ الول يبدأ من عند ليفل واحد فكده هيبدأ من عند ليفل واحد. ده كده في الدبس لكن احنا مش عايزينه في الدبس احنا عايزينه في الهايت. اوكي طب هو كده هيبدا معايا في الهايت لكن هل هو كده عمل اللي انا عايزه بس؟ طب فين الارتفاع بتاعه؟ الارتفاع بيبقى من هنا. بقول له انكونكت عشان دي تتفاعل معايا ودي اقول له ان انا عايزها ارتفاعه 3 متر مثلا وابدا ارسم الول هلاقي ان اصبح ارتفاعه 3. طبعا في اليونت احنا قلنا اننا بنفتح اي فايل جديد وهنا بيشغل بالملي فانا اقول له حوله لي للميتر زي ما اتعلمنا في درس اليونت. روح تاني عند الول واقول له دي انكونكت وده ارتفاع الدور او ارتفاع الول 3. ابدا ارسم الول الاقي ان الارتفاع بتاع الول اصبح 3 متر. طيب لو انا عايزه تو كونكت ليفل 2 هقول له خليه لي لغايه ليفل 2. طب ليفل 2 ده اللي هو ايه؟ الليفل ده اللي هو موجود هنا في الواجهه. تعالوا نبص عليه. طبعا احنا لسه هنتعلم درس الليفل مع بعض. نضغط هنا عند الايست هنلاقي هنا في حاجه اسمها ليفل 1 وليفل 2. الول اللي احنا بنرسمه يكون كونكت مع الليفل اللي موجود. شايفين حضراتكم الول ده بادئ من عند ليفل 1 ومنتهي عند ليفل 2. ادي ليفل 1 وادي ليفل 2. طيب الكلام ده انا عملته ازاي؟ لما روحنا وقفنا على البلان فلور بلان هنروح نرسم او مثلا جينا عند 3D ونروح نجيب الول واضغط كليك هلاقي هنا ان ده في الليفل يبدا من عند ليفل 1 وينتهي عند ليفل 2. واروح راسم الشكل ده يبقى في الحالة دي الحائط ده موجود من بداية ليفل 1 لحد ليفل 2. لو رحنا بصينا عليه في السكشن اللي ادي الحائط بادئ من ليفل 1 ومنتهي عند ليفل 2 وادي نفس الكلام الحائط ده كمان بادئ من عند ليفل 1 ومنتهي عند ليفل 2. طيب احنا كده فهمنا يعني ايه ان احنا نرسم الول يكون في ارتفاع يكون في العمق وان احنا نبدا من عند ليفل معين وننتهي عند ليفل معين. لو احنا عايزين نفعل الارتفاع دوت اقول له انكونكت هلاقي ان الارتفاع ده اتفعل معايا. في الحاله دي اقدر احدد الارتفاع اللي انا عايزه بالظبط. هنا تبقى ان احنا نبدا نتعرف على حاجه اسمها لوكيشن لاين. ايه لوكيشن لاين؟ موضع الخط. طب موضع الخط ايه؟ مش هنقدر نفهم الموضوع ده الا واحنا واقفين فوق البلان. فنجيب البلان ونمسح
ايه الخطوط او الحوائط اللي احنا رسمناها ديت، وتعالوا نبدأ نرسم وول. هروح اقول له وول، هلاقي هنا كلمة لوكيشن لاين، اختار وول سنتر لاين وابدأ ارسم. تعالوا نشوف مع بعض. اد لاين بتاع الوول، شايفين حضراتكم السنتر لاين اللي موجود في نص الحائط ده، الداش لاين او سنتر لاين ده موجود في منتصف الحائط بالظبط، هو ده اللوكيشن لاين اللي هو بيتكلم عنه. تعالوا كده مثلا نرسم حائط طوله 3 مثلا، وندخل هنا ونظهر حاجة اسمها الفاين، نضغط على فاين علشان نظهر نظهر الحائط بالطبقات بتاعته. طبعا احنا هنا لسه ما خدناش الطبقات، فتعالوا نرسم وول ونجيب حائط فيه طبقات عشان نقدر نفهم الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده كويس. ده حائط، شايفين الخط اللي انا رسمه موجود فين؟ عند منتصف الحائط. برسم حيطة طولها 3، ادي الحائط. لو جبنا الشكل ده كده مثلا هنلاقيه ده ميديم، عشان نقدر نظهر الطبقات بتاعته لو خليناه فاين يظهر كل الطبقات. تعالوا بقى نبدأ نرسم تاني من الأول. هقول له وول، والوول سنتر لاين هخليها مثلا كور سنتر لاين، وعندي فينش فيس وعندي كور فيس، هنشوف الكلام ده كله. تعالوا نبدأ مثلا من الكور سنتر لاين، اضغط كده كليك وابدأ اسحب. هتلاقوا حضراتكم ان في حاجة اسمها كور موجودة تحت، وهو اصبح في السنتر لاين بتاع الكور. لو رحت رسمت بالفينش فيس الاقي ان هو بادئ، بصوا حضراتكم منين؟ من الفينش. طيب لو قلت له فينش فيس انتريور هتلاقي حضراتكم ان هو بادئ برضه من الفينش، لكن التاني لو رحت اخترت الكور فيس اكستريور هتلاقوا حضراتكم ان هو الداش لاين اصبح عند الفينش بتاع الكور فيس بتاع الاكستريور، ولو رحت اخترت الكور فيس انتريور هيبقى كور فيس انتيرور. ادي الشكل بتاعنا، يبقى هو بيقصد ان انا اقدر اتحكم في مكان السنتر لاين بتاع الوول بصرف النظر كانت انتيرور او اكستيرور او في السنتر لاين او في الكور حسب الشكل اللي انا محتاجه. ده كده بالنسبه لموضوع اللوكيشن لاين، هو موجود هو في كوين بروبرتيز موجود هنا. بعد كده عندي حاجه اسمها تشين، اتعرف عليها. التشين دي لو منوره كده، تعالوا كده نرسم الحائط ده وبعد كده نرسم الحائط ده وبعد كده نرسم الحائط ده ونكمل كده في باقي الحوائط، الاقي الدنيا ماشيه معايا، الحوائط كلها متصله مع بعضها. لكن لو انا رحت دلوقتي قلت له لغيت علامه التشين ورحت رسمت حائط، هتلاقوا حضراتكم ان الحوائط كلها منفصله عن بعضها عكس التشين لما كنت عامل عليها تشيك فكانت مخليه الخطوط متصله. نضغط عليها كده ونبدا نرسم تاني، هنلاقي ان الحوائط اصبحت متصله ببعضها البعض. طيب نرغي الحوائط دي ونقول له هول، ونشوف موضوع الاوفست. نلغي التشين او خلينا مثلا نشغل ونجيب نوع تاني من الهول جينيريك عادي، وهقول له اوفست مثلا 3 وابدأ ارسم. بصوا حضراتكم هتلاقوا ان انا برسم على بعد 3 متر من الحائط، يعني الحائط بيترسم على بعد 3 متر من الخط اللي انا برسمه. ادي خط، انا برسم خط تحت اهو، شايفين حضراتكم الماوس فين والحائط فين. الحائط يبعد او يبعد عن الماوس بمسافة 3 متر عكس اي حاجة تانية، عكس الشكل اللي انا بتحكم فيه تماما. ده فكرة عمل الاوفست. طيب الفكرة اللي بعد كده هي فكرة الريديوس. لو انا قلت له ريديوس وقلت له عايز اعمل ريديوس مثلا 1 وبدأت ارسم الخطوط، هتلاقوا حضراتكم
إن أصبح بيعمل لي radius للشكل بتاع الحوائط، شايفين حضراتكم الكيرفات اللي أصبحت موجودة في الخطوط. طبعا هنا الكيرف أصبح كبير عليه فهو مش قادر يكمله فوقف عملية رسم الحائط. كده احنا اتعرفنا على موضوع ان احنا نرسم الحائط سواء كان في الهايت او كان في الدبس، وفي يبقى مرتبط باني ليفل والارتفاع بتاع الحائط واللوكيشن سنتر لاين والتشين والاوفست والراديوس. كده نكون هنا موضوع الاوبشن بار وينهينا موضوعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.